اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المعاش. اليوم يوم 25/11/2023 وتعالوا نشوفوا اسعار البقر العشر في سوق دمنهور مع التجار المحترمين بتوع سيدي غازي ابو المطامير. صباح كل معلمي. صباح الفل. عامل ايه يا غالي؟ عرفنا بالاسم يا معلمي. محمد عيد لقرع. المعلم محمد عيد لقرع. ومين تاني؟ عيد لقرع. والمعلم اشرف عيد لقرع. جماعه لقرع احسن ناس، ناس محترمين. انسوا نهارته في سوق دمنهور النهارده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا معلم اشرف. صباح الفل. الله يقويك ويعينك ويستر حالك. بسم الله ما شاء الله. عشر كام يا صاحبي؟ في عشر خمسه واللي جنبها سبعه. عشر خمسة وعشر سبعة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. الضر والحلبات. الله أكبر. لا حنفيات لبن يا باشا. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز يفتح بيت بمرد الله يا جماعة. اللهم صل عليه كنبي. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر على المال. اللهم صل عليه كنبي. بسم الله ما شاء الله. عاملة ايه من العشر خمسة دي؟ 50500. 50500 يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. السن يا جماعة ورهولنا اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كنبي. كسر ست سنات. كسر ست سنات يا جماعه. سوف الخط يا اخي. والله ترزي بعد كده. مع الله يبارك لك يا معلم اشرف. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. فرجنا على المشيه كده غالي. بسم الله ما شاء الله. طبعا كل غالي. الله اكبر. طيب يا باشا. لعل عليك يا نبي. العشر خمسه يا جماعه وكسر ست سنات. بسم الله ما شاء الله. ده قد ايه لبن يا حاج اشرف؟ احنا 3 كيلو. 3 كيلو لبن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز يفتح بيت بمرد الله. الله اكبر. 3 كيلو لبن. اللهم صل على النبي. تجاوز بقر عشون هنا يا باشا. هل العشر سبع؟ كام يا حاج اشرف بمرد الله؟ 50500 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كنبي. الله اكبر. الله اكبر. ثواني بس انا اخلص مع الحاج اشرف. انا بس يا استاذ وائل هنا. اللهم صل عليه كنبي. العشر سبعه دي. العشر سبعه يا جماعه. افتح السن يا ابني. والسن برضه هو في مصداقيه مع جماعه الاقرع. الله يبارك لهم. اي والله يرضى عليك. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. شابه شقيه شويه. بس بسم الله ما شاء الله. شابه شقيه شويه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. كم ولد اللي ببطنها ده يا حاج اشرف؟ ده ولدين والثالث اللي ببطنها. ولدين والثالث اللي ببطنها يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. وفيها لبن يا استاذ. 27 وفيها لبن. بسم الله ما شاء الله. 2 كيلو. قد ايه؟ كيلو ونص و2 كيلو. كيلو ونص و2 كيلو في مصداقيه بمرد الله. الله اكبر. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كنبي. مال صلاه النبي عليه. الله اكبر. عامله كام يا معلم محمد؟ زي ما تحسبها كده انت. الله يبارك كده بقى حبيبي. بسم الله ما شاء الله. كام يا معلم اشرف؟ والله احنا عايزين 55 بس عشان خاطر معلم والا هتبقى 49000. 49000 يا جماعه والعشر سبعه. بسم الله ما شاء الله. يا غيرنا ب 53 وب 54. الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. فضل ربنا ومحبه الناس فينا زي جايبينك 49. الله يبارك لكم يا جماعه. احنا لحقنا اخر اثنين معاهم طبعا. معلم اشرف الاقرع الله يبارك له شغلته والبقره العشر طول عمره. الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع. ادينا الرقم يا معلم اشرف. 012 015 022 29 958 958. اللي عايز اي بقر عشر موجود عنده يا جماعه صلاه النبي على المال. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلم اشرف ويصلح حالك. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليكم تعملوا مواجب. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. حسن. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.